موضوعين أساسيين. الموضوع الأول وهو استقبال وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف لممثل رئيس نيجيريا الذي حل بالجزائر ظهيرة هذا اليوم. طبعا الوزير الخارجية تلقى رسالة خطية من المبعوث الرئيس نيجيريا موجهة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، طبعا رئيس نيجيريا بولا أحمد تينوبو بصفته الرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. الحدث حاليا والمستجدات حاليا في المنطقة هي ما يحصل في النيجر في إطار هذه المشاورات التي تجريها الجزائر ونيجيريا بخصوص الأزمة في النيجر. طبعا وزير الخارجية جدد التعبير عن موقف الجزائر، موقف الجزائر اللي فيه جزئين أساسيين وهما رفض الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي في هذا البلد الشقيق والجار، والداعي إلى عودته إلى منصبه الدستوري بصفته رئيسا لجمهورية النيجر. هذا من جهة. من جهة ثانية شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على ضرورة تفعيل كافة الطرق والسبل الدبلوماسية والسلمية وتجنب خيار اللجوء إلى القوة الذي لا يمكن إلا أن يزيد الأوضاع تعقيدا وتأزما وخطورة على النيجر وعلى المنطقة برمتها. هذا الموقف الجزائري، الموقف المتزن المتوازن الذي يريد المصلحة النيجر من جميع النواحي، من ناحية العودة إلى الدستور وإلى الشرعية الدستورية وعودة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه الدستوري والشرعي كرئيس للنيجر، ومن ناحية أخرى حذرت الجزائر من تداعيات التدخلات العسكرية واستعمال القوة في حل مثل هذه القضايا التي في كثير من الحالات أو في معظم الحالات تؤدي إلى تعقيد للأزمات وتزيد من حدتها وتزيد من تدهور الأوضاع في هذه الدول. سنحاول مشاهدينا الكرام أن نفهم الموقف الجزائري، على ماذا يتكئ هذا الموقف الجزائري، على ماذا يعتمد هذا الموقف الجزائري، وكيف يمكن للجزائر أن تفرض نظرتها الوسطية في حل هذه الأزمة. في موضوعنا الثاني إن شاء الله مشاهدينا الكرام سنتحدث عن الفاجعة التي حصلت في ولاية سطيف، 8 قتلى الذين سقطوا في البئر المشؤومة أودت بحياة هؤلاء. شهدنا تشييع جثامين هؤلاء في مشهد صعب جدا، في مشهد مهيب جدا. شهدنا شهادات شهود العيان الذين أكدوا بأن الواحد تلو الآخر، الضحية تلو الضحية، يلتحق بالآخر الضحية الأولى ثم تبعه الثاني الذي أراد أن ينقذه، فالثالث فالرابع فالخامس فالسادس فالسابع فالثامن. لا حول ولا قوة إلا بالله، كلهم قضوا وكلهم تم استخراجهم جثثا هامدة وتم تشجيع جثامينهم قبل يومين. مشاهدينا الكرام سنحاول أن نتحدث عن هذه المأساة، عن دروس المستقاة من هذه المأساة، وكيف يمكن أن نتعامل مع هذه الآبار وهذه المسطحات المائية، كيف يمكن أن نعالجها، كيف يمكن أن ننظفها، وكيف يمكن أن نتعامل معها من دون أن نجازف بأرواحنا. في موضوعنا الأول المتعلق بزيارة مبعوث رئيس جمهورية نيجيريا إلى الجزائر والرسالة التي حملها من رئيس نيجيريا إلى الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص الأزمة في النيجر، وتجديد وزير الخارجية على موقف الجزائر الرافض للانقلاب وأيضا الرافض لاستعمال القوة والحلول الغير السلمية في حل أزمة النيجر. معنا الدكتور إسماعيل خلف الله المحلل السياسي. دكتور خلف الله مساء الخير. الخير أستاذ علي، أحييك وأحيي السادة المشاهدين الكرام. إذا دكتور إسماعيل خلف الله، اليوم مبعوث رئيس نيجيريا التي هي الآن مفوضة أو ممثلة لدول الإكواس، وفيه رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية بخصوص التشاور بين البلدين وبين قيادتي البلدين بخصوص الأزمة في النيجر، والجزائر تؤكد موقفها الرافض للانقلاب والرافض للتدخل العسكري. كيف تنظر إلى خلفيات هذه الزيارة وإلى مجريات هذه الزيارة وإلى التأكيد الجزائري على الموقف الذي أصدره ربما ساعات قليلة بعد حصول الانقلاب؟ أنا أعتقد بأن الموقف الجزائري يركز على أنه لن يخرج على الشرعية الدولية المبنية على أن الجزائر ترفض التدخل في الشؤون الداخلية، وأيضا ترفض
أي تدخل خارجي ومعالجة هذه المسائل عن طريق القوة وعن طريق التدخلات العسكرية. وأيضا هي تريد موقفها، موقف الجزائر، أنها تقف مع العودة إلى الشرعية الدستورية، وبالمقابل أنها ترفض معالجة هذه القضية عن طريق أي تدخل عسكري خارجي، وهذا الذي سوف تكون مآلاته سلبية على كل المنطقة، ولن تحل المسألة بل سيتعفن الوضع، وربما سوف، وهذا الذي ترمي به الجزائر على أن ربما نسخة ثانية من السودان تعاد في المشهد، وهذه المنطقة، منطقة الساحل التي تشهد عدم استقرار أمني، فهي يعني وتضاف لها هذه الأزمة. فالجزائر بهذا الموقف هي تريد ألا يتطور الوضع إلى هذا الوضع غير المرغوب فيه، ومن هنا فإنها ترى بهذه الوسطية، وأن يكون ربما هذا اللقاء الذي جمع وزير خارجية نيجيريا مع وزير خارجية الجزائري هو يدخل في باب أن ربما أن هناك تفاوض، وهذا الذي سوف تسعى إليه الجزائر في اعتقادي، هذا التفاوض بين سلطة الانقلاب والسلطة سلطة نيامي. نعم، فيه جملة ربما دكتور تحدد وتدلل بصورة مباشرة على المقاربة الجزائرية وعلى ما ترتكز عليه هذه المقاربة الجزائرية، إنه الأزمة الحاصلة اليوم في النيجر هي في بلد جار وشقيق، يعني نحن ننظر إلى الأزمة من المنطقة، من الدول المجاورة، لا ننظر إلى الأزمة من بعيد. بكل تأكيد، وهذا الذي الجزائر تنظر إليه حقيقة كما أشرت أستاذ علي. يا اليوم الجزائر يعني أي تداعي أو أي تعثر أو تطور، يعني عدم استقرار أمني هكذا أو تطور في الجانب السلبي، هذا ستكون مآلته بطبيعة الحال، سوف تمس الجزائر من خلال هذه الحدود التي تفصل بين الجزائر والنيجر، وثم أيضا بأن هذه التداعيات والنتائج سوف تكون بالسلب على الجزائر، بينها الهجرة غير الشرعية وقضية الجريمة العابرة للحدود وأيضا الجريمة المنظمة، وأيضا هذا عدم الاستقرار سوف يكون مناخ ويساعد على نشاط هذا النشاط الذي حاربته الجزائر بسنوات، وهي تحارب هذا نشاطات الجماعات المسلحة التي بطبيعة الحال تعبث بأمن المنطقة. وهذا الذي ربما أنا قلت بأن الوساطة الجزائرية في خلال ربما عملية تفاوضية بين السلطة الجديدة، السلطة الانقلابية، والسلطة المنتخبة في النيجر، هذا الذي ربما سوف تلعب من خلاله مع مجموعة إكواس، لأن مجموعة إكواس في الحقيقة كان موقفها في البداية كان نوعا ما موقف تصعيدي، وهذا الذي ربما يجعل من أنه هذا الموقف التصعيدي سوف يكون له رد فعل من جانب السلطة الجديدة التي ترى في نفسها أنها طبعا، وهو ما قالته الجزائر بوضوح على لسان وزير الخارجية الدكتور، قالت الجزائر أنه أي موقف أو أي تدخل فيه قوة أو خارج عن التفاوض السلمي سيعقد الأزمة، الأمور ستتعقد، كل طرف هذا الجيش الذي منفذ الانقلاب إذا ما حس وشعر أنه في تجييس للقوى وفي تجييس للجيوش سيكون موقفه أكثر تطرفا وأكثر ربما راديكالية في التعامل معه، وبالتالي الأمور ينبغي لها أن تحل عبر التفاوض، وحتى يكون تفاوض نقدم ضمانات أنه لن يحصل تدخل أجنبي، مع أنه قضية الانقلاب مدان والدعوة واضحة من الجزائر لعودة الشرعية. نعم، وهذا بالعكس،
هذا ما صرحت به سلطات باماكو وسلطات واغادوغو. فهذا ما صرحت به السلطتين على أن أي تصعيد أو أي تدخل عسكري في 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 نيامي وفي النيجر هو إعلان حرب على مالي وعلى بوركينا فاسو. وبالتالي هذا ماذا نقول؟ نقول بأن المنطقة سوف تدخل في تكون يعني في عملية تصعيدية، وهذا الذي لا تحبذه الجزائر ولن يخدم الجزائر، لأن الجزائر أولا ترمي بمقاربة وهي هذا البعد الإفريقي. وقد الجزائر اليوم عندما تخصص مبلغ مليار دولار لتنمية المنطقة وإجراء عملية استثمارية داخل هذه المنطقة، هو من باب أنها وتفتح الأبواب، وهذا الطريق الذي ترمي به الجزائر طريق الإفريقي، ثم أيضا هذا المشروع الذي تريد الجزائر أن تبعثه، وهو هذا الأنبوب الغاز المار من نيجيريا عبر النيجر. كل هذه المشاريع هذا الذي لا تريد الجزائر، بالعكس هي تسعى إلى أن تكون المنطقة تعيش أمن حقيقي. وأي تصعيد وأي وهذا الذي ربما يدحض تلك الدعوات المغرضة وما تقوم به بعض الأطراف الإعلامية على أن الجزائر ربما تقف مع الأطراف الإنقلابية في نيامي، وهذا ما يؤكد الأمر. واضح، الأمر واضح جدا دكتور، الأمر واضح جدا، يعني في من خلال بيانات وزارة الخارجية، تصريحات وزير الخارجية نفسه، الأمر واضح جدا. تحدثت الجزائر بوضوح أنه هذا ما حصل هو انقلاب مرفوض. الدعوة الآن لعودة الرئيس المنتخب شرعيا ودستوريا محمد بازوم، مع الحديث عن مخاطر التدخل الأجنبي. ربما هنا دكتور خلف الله، بالحديث عن ما يمكن أن يراهن عليه كحل وسطي أو كحل تفاوضي، المعروف حاليا أن الرئيس محمد بازوم لا يزال في نيامي، لا يزال في القصر الرئاسي، لا يزال في إقامته الرئاسية، وبالتالي أنه قضية الوصول إلى حل وسط أو للاتفاق أو للتفاوض أو لجمع الأطراف لا تزال قائمة رغم كل شيء. بكل تأكيد، وأعتقد بأن الجزائر تعمل على هذا الحل، وهو قضية إجراء عملية تفاوضية تفضي إلى اتفاق وتوافق بين يعني يذهب إلى إخراج أو إلى نتيجة أن تخرج سلطة جديدة متفق عليها. وربما هذه الجوانب الخلافية التي جعلت أو كانت سببا في حدوث هذا الانقلاب سوف تعالج. وبالتالي لا يمكن أن وهذا ما ترمي به الجزائر، أنها تقطع كل طريق يؤدي إلى أي تصعيد أو تدخل أجنبي، وبمبررات هذه المبررات التي لاحظناها في تدخلت أطراف أجنبية لإعادة سلطة أو لضد سلطة أو كذا، كانت نتائجها وخيمة على كل المنطقة. وبالتالي فهذا المبرر الذي تدخل به هذه الأطراف الأجنبية على أنها تريد إعادة الشرعية الدستورية، أعتقد هذا التدخل العسكري بهذه الوسيلة لن يحل المشكلة بل سيعقد. في رأيك هل هذا الموقف الجزائري كيف سيكون تأثيره على مواقف دول الإكواس التي مثل ما تفضلت في بداية هذه الحصة أن موقفها منذ البداية متشدد، وقابله موقف متشدد آخر من طرف يعني السلطات الإنقلابية في نيامي أو في سلطات في مالي أو سلطات أخرى في بوركينا فاسو، يعني وكأن المنطقة أصبحت بين محورين، بين جبهتين ممكن أن تؤدي بها إلى أتون حرب. الآن موقف الجزائر كيف يمكن أن يهدئ الأمور وأن يدفع نحو الوسطية سواء بين الإكواس وباقي الدول في نيامي أو في باماكو أو في واغادوغو؟ أعتقد يا أستاذ علي، أنا أعتقد بأن هذه الصورة اليوم الحادثة في النيجر هي نسخة
نسخة ثانية من مما حدث في باماكو وما حدث في واغادوغو بعدها، وبالتالي فإن الصورة تعاد وتكرر. وهذه السلطات الجديدة عملت أو كان استندت إلى عامل الوقت، عامل الوقت الذي أكسبها نوع من الشرعية الشعبية. فلاحظنا بأن يعني بعدما استقرت هذه السلطات كان لها دعم شعبي، ولاحظنا بأن المسيرات كانت تخرج داعمة لهذه السلطات. فنعتقد بأن حتى السلطة اليوم في نيامي تعمل على هذا عامل الوقت، وهي تريد أن تكسب هذا السند الشعبي الذي هو واضح جدا. لاحظنا بأنها ترفض التدخلات الأجنبية، وهي ربما تدعم هذه السلطة الجديدة. الجزائر اليوم في اعتقادي موقفها سوف يكون في هذا الباب، أنها تدخل وتدعم أي عملية تفاوضية، نركز على هذا. فالعملية التفاوضية هي التي ستفضي إلى استبعاد أي تهور أو تدهور للوضع الأمني الذي لا تحبذه الجزائر، ولن يخدم المصالح الجزائرية، لأن الجزائر اليوم تريد لهذه المنطقة استقرارا أمنيا بالدرجة الأولى، وهي تذهب إلى الاستقرار الاجتماعي. تتوقع ربما تكون هنالك مباحثات أو على الأقل تمهيدات أو حركات تمهيدية، تحركات تمهيدية في سبيل الوصول إلى هذا الحل السلمي والتفاوضي؟ تتوقع هذا؟ وما هو دور الجزائر المنتظر فيه؟ أعتقد أن اليوم السلطة في نيامي، وهذا نقولها بكل يعني، أنها تستند، ولهذا عندها سند معنوي مما حدث أو من سلطة باماكو ومن سلطة واغادوغو. وبالتالي فإذا قلنا بأن السلطة التي جاء بها الانقلاب الذي حصل في باماكو يعني كان في البداية ولاقى تلك العقوبات وتلك ما سواء من مجموعة إكواس أو من الدول الغربية، اليوم ربما هذه السلطة الجديدة في نيامي هي لها هذا الدعم، وهي ترى بأنها إن كسبت هذا الوقت سوف يكسبها هذه الشرعية الشعبية التي سوف تكون أمر واقع. وهذا أمر الواقع. أنا أعتقد أن الجزائر تتعامل مع دول وليس تتعامل مع أنظمة. الجزائر اليوم ترى في أن الوضع في النيجر أن يعني تنظر على أنها تتعامل مع دولة، فبالتالي فمواقف الموقف الجزائري سوف يذهب إلى الحل السلمي، وهو قلت أنها تركز على التفاوض وعلى المفاوضات التي تفضي إلى تنازلات، ربما تنازلات من هنا ومن هناك، ويتم التوافق على أن يتم خروج بسلطة يمكن أن تكون لها شرعية تكسب هذه الشرعية التي تجنب كل تدخل أو تسد الطريق أمام أي تدخل أجنبي أو أي تهور ربما سوف تغتنمه بعض الجهات لتعفين الوضع الأمني في النيجر. أشكرك جزيل شكر الدكتور إسماعيل خلف الله المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف في هذا الجزء الأول من حلقة اليوم من استوديو الجزائر. مشاهدينا بعد الفاصل إن شاء الله نمضي إلى موضوعنا، فاجعة تصطيف 8 ضحايا من عائلة واحدة سقطوا في البئر الواحد تلو الآخر، اختنقوا وتم استخراجهم جثثا هامدة. شاهدنا الصور المفجعة والصعبة، وشاهدنا أيضا صعوبة المشهد وجثامينهم تشيع وصف كبير من الجثث، مجزرة حقيقية تسببت فيها هذه المضخة التي كانت تضخ دخانا مسموما فقضى كل من دخل في هذا البئر. سنتحدث حول هذه القصة، وأهم شيء مشاهدينا هو الدروس المستقاة لكثير من الآبار، لكثير من المسطحات المائية التي يتم استعمالها لهذا الغرض، وذاك أحيانا بدون أي إجراءات السلامة، أحيانا يتم التعامل معها بمنطق الهوات، لكن الخطر صعب مثل ما حصل في سطيف وحصل في الكثير من المناطق الأخرى. هذا التسيب وهذا الاستهتار أحيانا في التعامل مع مثل هذه الآبار يؤدي بنا إلى مثل هذه الفجائع. فاصل ثم نواصل مشاهدينا.